بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم واحد الكويزينيا ديال سانك فوغ اللي يلاه خديناها. بالنسبة لهنا كان لومبالاج ديال هاد لي فوغ، بالنسبة لهاد الكرتونة كانوا مجموعين فيها. غادي نحيدها. بالنسبة لهذا هو ديال لاكغي، فيها الشواية. بالنسبة هنا كاين الفوغ الأول، هذا هو الفوغ الكبير، ومن بعد كاينين أربعة ديال لي فوغ صغار. بالنسبة لهاد البلاك كتكون بوحدها، حنا ركبناها يعني كديفيسي واحد لوفيس وكتلصقها. حيدنا لهداك الميكا اللي كتكون مغلفة بها ولصقناها. على هذا الفوغ بالنسبة لي زوبسيون اللي فيها، هنا كاين فيها إلا بغيت مثلا عندك الخبز ولا الكيك وكتشعل البولة لداخل باش كتشوف واش راه طاب ولا لا. ها كاين هادي ديال المينوتري، وكاين هادي ديال الفونتيلاتور، يعني كدير لك سخاكسيون راسها. بالنسبة لهادي ديال الوقت، اما هنايا كتزيد او تنقص وكدير اوكي باش كتبقى كتخدم حتى توصل الوقت اللي بغيت وعاد كتبقى تصوني. بالنسبة لهادو الفوام ديال لي فوغ اللي وريت، كاينين خمسة كل واحد عنده ديالو. هادو ديال الفران، واحد الفوغ اللي الفوق وواحد اللي في الاسفل. بالنسبه للامارك، بالنسبه للامارك اللي خديناه هي لامارك كاندي. بالنسبه للامارك كاندي حتى هي زوينه، تقريبا بحالها بحال زانوسي. هنا غادي نشعل معكم، غادي نجرب معكم. بالنسبه هنا كاين البريكي، يعني كتشعل اوتوماتيكمون، كدير لها البريز في الضو وكتشعل اوتوماتيكمون. ديال الثاني، هذا الثالث، وهذا الرابع، وهذا الخامس. ما شاء الله. بالنسبة للمظهر ديالو يعني ككل، هنا غنوريكم في الداخل ديالو. بالنسبة للداخل كاين لوفور ديال الإعلام، اوكي هاديك هادي ديال لاغري اللي كتشد فيها اللي سبق توريتها لكم. بالنسبة لهادي يعني كتجي هكايا إلا بغيتي مثلا الشوا ديال الدجاج. كاين فيها هاد التبصيل، بالنسبة للتبصيل ما شاء الله يعني كبير التبصيل. وهذاك لوفور ديال الاسفل اللي يعني ملي كتشعل كيبان العافيه شعله في الاسفل. هنا غادي نجرب لوفور من الفوق. غادي نجرب الفوغ من الفوق، غادي نعاود نشعل. انا هو هذا الفوغ الفوقاني. بالنسبة للأسفل كيبان من تحت، كيبان وشعل من تحت. بالنسبة للفوغ من الأسفل راه كيبان شعال من تحت، يعني بالنسبة للأسفل كيكون مغطي بهاد الحديدة، يعني ما كتبانش العافية.
المهم هذا كان الفوغ ديالنا. بس هنايا كاين تنبيه، انتبه برجاء مراعاة عدم غلق الزجاج العلوي والشعلات الساخنة، برجاء مراعاة عدم تشغيل الفرن وشوية ماء لمدة لا تزيد عن 10 دقائق. بالنسبة لهنايا هادو خص الاحترام ديالهم. وأيضا كاين هادي اللي في الأسفل، على هاد اللي في الأسفل يمكن مثلا نديرو فيها اللوح ديال الخبز، أو دير فيها مثلا المنادل ديال العجينة وغير ذلك. المهم هي مكان كصلاح تخبي فيه بزاف ديال الحويجات مثلا اللي تحتاجهم مع الفران والخبيز وغير ذلك. يمكن لك دير ايضا بالنسبه للاطات، اللي عنده لاطات زايدين يمكن اللي يديرهم في هذا المكان، مثلا ملي كتقول ما كتحتاج لاطه ديال الفران اللي سبق وريتها لكم. بالنسبه مثلا هذه اللاطه اللي ما يحتاجهاش في هذا المكان يمكن يخبيها في داك البلاصه، يعني كاج زوين يمكن لك تخبي فيه بشحال من حاجه. بالنسبه للبارح سجلت فيديو ديال لاطيلي كوليد 55، 500 كوليد 55، خطأت في الثمن ديالو هو 7300. وبالنسبه للثمن ديال كاندي 5 ديال لي فور، فيه فونتيلاتور، فيه ليكستراكتور، و 5 ديال الفوام، الثمن ديالو هو 6300. المهم تبارك الله ما شاء الله غزال، بصحتنا وراحتنا وبصحتكم وراحتكم، الله يعطيكم الفران يعطيكم لوفو. كان هذا هو الفيديو ديالنا، يعني عطيتكم بصفة عامة يعني المعلومات اللي كنعرف، يعني فيه لوفوغ ديال 5 ديال الفوام، وفيه الفران يعني كيشعل من فوق ومن تحت، ولي زوبسيون اللي ذكرت. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش دعمنا باعجاب للفيديو، اشتراك في القناه اذا كنتم اول مره كتشوفوا القناه، وتفعيل جرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعايه الله وحفظه.